الثاني يعطوك هذه بعض المعلومات. إذا مشروع كبير هو 27 ساعة مستمرة فعالة. باش نسهلوا عملية الاستثمار للمستثمرين، حتكون حال من اليوم للفوق عندهم بوابة اللي راح تسهل لهم أولا وضع الملفات، ثانيا هالمستثمرين يكون عندهم كل المعلومات بالنسبة للعقار على مستوى بعض الولايات. وكمرحلة أولى وضعنا 136 ألف هكتار على مستوى 4 ولايات، وكل مستثمر عنده رغبة في الاستثمار ما لازمش عليه يروح ولا يجي للإدارة. على مستوى هذه البوابة يكون عنده كل المعلومات باش يوضع الملف نتاعو. أكثر من هذا الشيء تنجم تكون عليه التسهيلات بالنسبة لمتابعة دراسة الملف الاستثمار.